سؤال المطروح يعني في رأيكم تشاهد الإعادة الله عمري ما شاهدت هالحركة في حياتي لا على مواقع التواصل لم أرى مثل هذه الكرة من قبل كوندوغبيا ما قصرت أعاد الكرة هو مدافع لكن العادة الأهداف هذه تأتي من داخل منطقة الجزاء وبشكل خاطئ لكن ماذا فعل كوندوغبيا الفرنسي سجل هدف من منتصف الملعب بعد محاولة أتت من جانب اللاعب موسوندا أعاد الكرة في الوقت اللي كان في بادلي متقدما للأمام أرسلها إلى الشباك وأعتقد يا كوندوغبيا لو لعبت نفس هذه الكرة بهذا الشكل 100 مرة ما راح تسجلها هدف إذن تقليص النتيجة يأتي بالنيران الصديقة هذه المرة لصالح فريق تشيلسي واللاعب البديل كوندوغبيا اللي دخل البديلا عند اللاعب كاندريفا سجل الهدف في شباك فريقه بشكل عجيب شاهد ما الذي حدث يعني طيب هو اختلفت عليه الموازين هو اعتقد ان هذا الشباك كورتوا اعادها بالمشط القدم اعتقد اليسرى بعد شاهد باليسرى والله باليسرى باليسرى وفي زاوية صعبة والكرة في النهاية